أتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اللي قدمت خلال الفترة اللي فاتت مجهود كبير جدا في دعم العديد من المشروعات البحثية الهامة جدا، إلى جانب كمان إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة منتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار وليها مكانة دولية. خلينا نشوف مع بعض آخر التطورات اللي بتحصل في مدينة الأبحاث العلمية. صباح الخير عليكم في كل مكان. احنا موجودين معاكم في واحدة من أهم المؤسسات البحثية في مصر، وهي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، واللي تم إنشائها بهدف استخدام وإنتاج أحدث التكنولوجيات العلمية في المجالات الصناعية والبحثية المختلفة، وده اللي هيزود القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وهيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا دكتورة منى محمود عبد اللطيف، هي رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. صباح الخير يا دكتور، برحب بيكي. صباح الخير يا فندم. في البداية لو حضرتك تكلمينا عن تاريخ إنشاء المدينة وكمان الهدف من إنشائها. مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية صدر لها قرار جمهوري بإنشائها، قرار جمهوري رقم 85 لسنة 93. صدر قرار الإنشاء بأنها تشتمل على 12 معهد ومركز تكنولوجي داخل المدينة، بحيث انها بتكون فيها تخصصات متنوعه ومتعدده، بحيث انها بتغطي العديد من المراكز البحثيه والتكنولوجيه، معها المراكز التكنولوجيه والخدميه في نفس الوقت. كان الغرض من انشاء المدينه انها تكون من اسمها مدينه بحثيه، بهدف ان يكون لها تطبيق تكنولوجي من المسمى بتاعها. ايه اهم الاهداف والنشاطات اللي بتشتغل عليها المدينه في الوقت الحالي؟ المدينة في الوقت الحالي بتشتغل في حاجات كتيرة، بس كل الحاجات اللي بتشتغلها من خلال رؤية مصر 2030، فعندنا شغل كتير في مجال المية، في مجال الطاقة، في مجال الصناعات الاستراتيجية، في مجال الصناعة والغذاء، في مجال الصحة. فكل حاجة من دي احنا لنا فيها نشر علمي متميز جدا، لنا فيها براءات اختراع، لنا فيها بعض النماذج الأولية الموجودة فيها. وإحنا في الوقت بقى الحالي اللي إحنا عايزين بقى ننتقل لما هو بعد كده، ده الهدف بصراحة اللي إحنا عايزين نشتغل عليه المرحلة الجاية دي. ده هيخليني أسأل حضرتك، إزاي بتساهم المدينة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكمان تطوير استراتيجية مصر 2030؟ لو جينا بصينا لبعض المشكلة محور المية، فإحنا عندنا شغل كتير على محور المية، سواء إذا كان عملية معالجات للمية بطرق كيميائية أو فيزيائية أو بطرق بيولوجية. في عندنا بعض زي المشكلة الحالية، مشكلة القمح في مجال الزراعة، محور الزراعة. في عندنا بعض التجارب اللي اوريدي شغالة عندنا في هنا في المدينة على إن احنا نجد بديل للقمح، زي في كينوا، في الشعير، ودي برضو من بعض الحاجات اللي احنا شغالين عليها. عندنا شغالين طبعا مشكله الطاقه، طبعا معروفه مصادر الطاقه البديله اللي احنا لازم احنا نجد لها مصدر بديل. فعندنا شغل كتير جدا على الخلايا الشمسيه والخلايا الوقود والبايو ديزل اللي هو الوقود الحيوي، وفي نفس الوقت احنا ممكن بنحضر الوقود الحيوي والحاجات دي من مخلفات زراعيه او مخلفات البيوت، فبالتالي دي برضو بتكون ناحيه ثانيه بنحل مشكله بيئيه. ليه المدينة دور خاص في دعم النوابغ والمبتكرين؟ فإيه الدور اللي بتقوم بيه؟ في أنا حاليا عندي دلوقتي مكتب لنقل وتسويق التكنولوجيا موجود داخل المدينة، عندي نادي ريادة الأعمال. الاتنين دول مهمتهم الموكولة لهم إن هي ترعى أي فكرة ناشئة سواء وتحتضنها، بحيث إن هي توجهها تعمل إيه، هل مثلا هل الفكره اللي عندها محتاجه انها تحتضن لغايه ما تبقى شركه صغيره وبعد كده تتنقل لسوق العمل، ولا ان هي محتاجه ازاي عندها فكره عايزه تحميها ازاي، اديله ثقافه ازاي ان هو يحافظ على الفكره من اول ما هي فكره لغايه ما توصل في الاخر ان هي تبقى عندي منتج. أهمية وجود الأبحاث العلمية والابتكارات ما بيقلش أبداً عن أهمية تحويلها لواقع ملموس، فإيه الاتجاه اللي موجود داخل المدينة لتحويل الأبحاث العلمية على أرض الواقع؟ بصراحة يعني عايز أقول إن هو ده دورنا في الوقت الحالي. لازم أنا يبقى عندي الفكرة بتاعتي، لازم تبقى عندي
ماسكاها في ايدي من جميع، ما بقاش مستنيه حد يجي، وقفت او عطلت لازم حد يجي يصلح يديني دعم او يصلحها لي او 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 لا، لازم اكون من كل جوانبها انا اقدر ملمه بيها. والدليل على كده ان انا حاليا الفتره اللي فاتت تم توقيع العديد من البروتوكولات التعاون ما بيننا وما بين شركات صناعيه، جهات مجتمع مدني، بعض الشركات الخدميه زي شركه المياه والصرف الصحي، بعض في قطاعات الصناعات كتيره موجوده عندنا. وفعلا اللي انا فعلا ملاحظاه ان فعلا في بدا يبقى في بدايه ثقه ما بيننا وما بين الصناعه، فاحنا احنا الدور علينا ان احنا فعلا نكون قدها. وانا اعتقد ان انا هنا عندي الكوادر البحثيه الموجوده عندي في المدينه، يعني بصراحه انا بفتخر ان انا اكون موجوده في وسطهم، موجوده معاهم من بدايه نشاه المدينه. يعني ايه اللي بتخطط له مدينه الابحاث العلميه والتطبيقات التكنولوجيه للمستقبل؟ بصراحه اللي احنا بنخطط له ان احنا ما نكونش مجرد مركز بحثي كمركز بحثي، بالعكس انا كجزء الاولاني من اسم المدينه شغالين عليه كويس قوي، عايزه الجزء الثاني بقى التطبيقات التكنولوجيه، ده اللي احنا فعلا للمدينه مخططه له في المرحله اللي جايه دي، ان احنا لازم يكون عندنا في حاجه يعني موجودين في كل مشروع قومي لازم يكون موجودين فيه، ده اللي احنا بنخطط له وان احنا بنعمل فيه. اي مشكله ان احنا نقدر ان احنا نساهم في حلها ولو بجزء ولو من اي جزء من جوانبها، ان احنا يكون لنا منتجات بتاعتنا باسم المدينه، دي بصراحه يعني الواحد قدر يحققها الفتره الجايه دي يبقى كويس قوي. انا بشكرك. شكرا جزيلا يا فندم. الف شكر. وحدة التجارة بالنسبة الصناعية اللي احنا واقفين فيها النهاردة بتقدم العديد من الخدمات للعديد من الشركات والمصانع التي تخدم المجال الصناعي وتخدم مجال الزراعة ومجال صناعة الأدوية ومجال صناعة المستحضرات التجميل، بالإضافة إلى أنها بتقدم العديد من الخدمات للباحثين الموجودين في الجامعات المصرية المختلفة. We'll be right back.
التنمية المستدامة مصر 2030. داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بيتم صناعة تكنولوجيا ملائمة لبلدنا، ملائمة لواقعنا، مناسبة لظروفنا، تقدر إنها تضمن لنا بكل بساطة احتياجاتنا البشرية وتخلينا يعني مطمنين في مسألة الأمن الغذائي، الطاقة، وإحنا بنتكلم عن كل الاحتياجات الأساسية اللي في الآخر بقت بتوفرها لنا التكنولوجيا. أيضا مسألة احتضان النوابغ، ودي شيء غاية في الأهمية، لأنه يمكن بيكون في ناس عندنا من وهم صغيرين موهوبين جدا في مسألة التكنولوجيا، والأسر ما بتبقاش قادرة إنها تلاحظ ده بشكل كبير، فبيكون مهم إنه في يكون مكان صحيح. بحثي يعني يتناسب مع كل هذه المواهب، وأيضا مسألة مواجهة ما يحدث عالميا والتقدم الإنساني. يعني الأول بنشكر زميلتنا جيرمين إبراهيم على هذا التقرير أو التغطية يعني الهيلة اللي قدرت اللي هي تاخدنا في جولة داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للتعرف على يعني مجريات الأمور اللي بتتم داخل هذه المدينة، اللي يمكن زي ما قالت هدير هي فيها كل شيء، لولا التكنولوجيا مكان وجود حلول كتيرة جدا لمشروعات. يمكن في يوم من الأيام كنا بنشوف اللي هي كانت مستعصية عن الحل تحديدا، ومش ممكن أبدا اللي انت تغير في مشكلة أو تحل مشكلة بنفس طريقة التفكير التقليدية اللي كانت سبب رئيسي فيها. فمن هنا جه أهمية الأبحاث التكنولوجية أو الأبحاث العلمية تحديدا وربطها بالتنمية. ربط الأبحاث العلمية بالتنمية ده بيؤدي في النهاية لتحقيق يعني التنمية المستدامة، وكمان بنتكلم على فكرة أهمية الأبحاث العلمية كمان في توطين الصناعة زي ما شفنا، ويمكن ده المشروع الاستراتيجي اللي بتعمل عليه الدولة علشان نقدر احنا نوفر يعني دخل كبير من خلال توطين صناعات مختلفة. مش بس كده، يمكن خلال التقرير اللي احنا تابعناه شفنا أهمية التكنولوجيا، كان في ضيفة مع جيرمين بتقول ان هي بس مش عاوزين يكون بحث علمي فقط، لا، تطبيقات تكنولوجية. يمكن احنا زي ما احنا عارفين ان التطبيقات التكنولوجية دي هي لغة العصر، العالم كله بيتجه لهذا الاتجاه. ففكرة ان انت يبقى عندك مدينة حاضنة لأبحاث علمية، حاضنة لتطبيقات تكنولوجية، كمان بتوفر مشاكل خاصة بالفجوة الغذائية، ويمكن ده مشكلة يعني هي مشكلة دلوقتي بتواجه العالم ككل، الكل بيحاول اللي هو يحقق اكتفاء ذاتي. ففكرة البحث العلمي هيكون سبب رئيسي لحل الفجوة الغذائية من خلال بقى وجود نوع من أنواع الهجين مثلا من المحاصيل المختلفة، بتكون ذات يعني إنتاجية أعلى في المحصول بتاعها. كمان يمكن يهدير في التقرير شفنا بيقولك في بعض الأبحاث بتعمل على تقليل استهلاك الطاقة، بعض الأبحاث أيضا خاصة بالإنتاج الحيواني، فكلها تحلية مياه البحر، هو مسألة تطويع التكنولوجيا في احتياجاتنا البشرية صحيح. بشكل كبير لما تكون عندنا الصناعة نقدر ان احنا نستفيد بيها يعني بأقصى صورة.